الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ظلم ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير العزيز الرحيم تنذر قوما وانذر آباءهم فهم غافلون لقد أحرم على الدهر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإن الأذقان فهم مقمحصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وبشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا إليه مسنين فكذبوهما فعذبنا بسادس وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا يعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يرجعون وإن كل لما جميع لدينا فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تخرج الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويرث الأرض بين خلقهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كعرجون قديم بل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله يستنك الناس لله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من الصراط المستقيم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أبرز بالفعل أنه لا إله إلا الله لا يا لطيف يا لطيف يا لطيف
لطيف يا لطيف يا يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 على بك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حق عليك اليوم وعليك نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وقوامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ايها المستقون الى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل كل مجيب يا ربي لا تقطع رجالا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكن مجدك يا ربي أجرنا من عذابي صلى على محمد يا ربي صل عليه وسلم قائلة النبوية وعم السحابة والأتباع السلام عليك صلى
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan kepada keluarga besar kita sebelum dilanjut minum dulu ya. Minum. Kalau kacang katanya belum matang. Dikit lagi. Jadi acara selanjutnya sambutan-sambutan yang pertama nanti akan disambutkan oleh para penasihat kita dan dengan ketua arisan. Nanti yang pertama sambutan akan disampaikan oleh Dr. Ustaz di Amelia Ansar MPD, yaitu berkenaan dengan pentingnya kita selalu mengadakan acara arisan. Mudah-mudahan dengan arisan ini silaturahmi kita selalu tetap berjalan. Disehatkan rezeki kita, disehatkan badan kita, anak keturunan kita menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada orang tua, agama, Nusa dan bangsa. Para orang tua kami, kerabat kami, teman semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh abang kita, Ustaz Haji Hamdani, begitu panjang lebar bagaimana keluarga kita merangkak dari nenek kita, yaitu almarhumah Wa Aminah binti Junin binti Kasum, ya. Wa itu kalau ngomong begitu jangan lupa katanya Kasum. Iya. Kalau Kasum siapa? Mamanya. Bapaknya. Mamanya. Ya, bapaknya gugut. Ya, gitu. Begitu kata Wa dulu ceritanya, ya. Dan engkong kita engkong Namat di komen, ya. Yang orang katanya dari kampung Garut, ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. أبي رحمك ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أغفرنا تقبل منا وافتح علينا باب لا إله إلا الله كما فتحت منا لا إله إلا الله نسألك بك لا إله إلا الله. اللهم أكرم ورسل وتقبل صواب mengucapkan permohonan maaf dari saya pribadi dan juga pengurus IKAMIN yang periodenya dari 2017 sampai 2022 kemarin. Itu udah kayak presiden berapa 5 tahun tuh. Saya anggap ada suka duka dan memori yang menurut saya itu lengkap di situ. Saya juga mendapat pengalaman semuanya berbagi, artinya yang penting saya harapkan untuk kedepannya tetap kompak, tetap semangat, dan satu lagi saya harapkan jangan baper. Itu aja sih, satu aja. Karena sebuah organisasi kalau baper ya banyak ujiannya, tapi kita harus menanggapi dengan sabar. Artinya semua ada yang namanya pasang surut, jadi kita sabar, tetap semangat, kompak. Yang penting kita gedein nama IKAMIN. Nah, IKAMIN ikatan keluarga besar Aminah binti Jumi dan Komama bin Komeng. Itu saja, dan langsung aja untuk ini ya. Nanti ada dopres, terus ada hadiah, dan nanti ada hadiah apa nih? Anak-anak. Hadiah utama nanti ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dari keluarga Gurena ya, menyumbangkan dua hadiah dopes nanti kita undi bareng-bareng. Untuk selanjutnya nanti diatur oleh Ustaz Baca dan Bang Nanang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ikhsan. Mabok. Banyak ada. Ihsan. Adanya. Enggak, ihsan di wakil ihsan ya. Kemudian Abdillah. Siapa wakilnya ketan? Yang wakilin tolong dah maju biar. Selanjutnya. Prel. Tulisannya prel. Parel. Video. Ya. Kemudian Arya. Ya. Berayu. Kemudian Nawal. Halo Baida, ini Nawal. Kemudian Asya. Asya. Adipa. Wow. Arkan. Ntar foto bareng ya. Iksan. Tua buat Iksan. Nih diterima. Maju aja sih di kamar. Hadiahnya apa tuh? Kagak ada orangnya, angus ya. Setuju? Ya, mana tuh lucu keluarga ini kecil. Ya, lanjutnya. Cepat lagi. Nurhaina. Jamil, udah. Andi. Andi. Dapat tas batangan. Alhamdulillah. Kayaknya tuh kotak. Lanjutnya. Dari Bukit Duri nih, Bukit Duri berapa ketiga? Otak nasi. Ayo cepetan. Toples ya, toples bawah. Selamat ya. Eh, tepuk tangan dong. Ruli. Ada emaknya Ruli tadi mana? Ruli. Ya. Makasih. 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 Makasih